صباح الخير يا البنات، صباح الخير يا خياتي يا بناتي. اليوم نديرو بيتزا للفطور، ساهله ماهله. نعبرو شوفو بالبول هاك فارينا، نديرو واحد ونبيان كنا مغربلينها، وهذه زوج، ومن بعد نزيدو قرصه ملح، نزيدو زوج مغارف تاع خميرة، ونديرو ربع مغارف تاع زيت، ونخلطوها. ومن بعد نزيدو لها كيما درنا الفرينة عبرنا بها، نزيدو لها ما دافي، زوج غرفيات هكا ما دافي، ونخلطوها حتى تولينا عجينة. ولاصوص تاعنا درنا ربع حبه طوماطيش رابيناهم، نحيلهم غير قشره رابيناهم، زدنا لهم شويه ثوم، شويه زيت، وشويه راس الحانوت، وشويه كركم وملح ومرقاز. راكم تشوفوا بها واسينا بالمرقاز، اللي يحب المرقاز تحب فيون داشي تحبي وحدها كيما تحبي. ومن بعد نزيدو نوريكم كيفاه نواسيو العجينه. شوفوا يا البنات كي درنا هذوك دو بون غرفيات، ناخذوا شويه زعتر نسمو هذه لاباط تاعنا بشويه بتجينا بنينه، نسموها بشويه زعتر هكا بين يدينا ونواسيوه. ومن بعد هذه لاباط نخليوها نغطيوها نخليوها تخمر، كي تخمر عاودي زيدي لها زوج بول فرينه هكذا، ديري البول الاولاني وشوفي حتى تحكم لك تولي لك امبات. من بعد حطيها تخمر، حطيها تخمر للمره الاولى، ومن بعد خرجيها وهبطي لها الخمور تاعها، ومن بعد زيدي لها المره الثانيه زوج خطات خليها تخمر باش تخرج لنا مليحه. ومن بعد انا نشوفو كي نوجدو العجينه نخمروها زوج خطات نوري لكم كيفاه نحلو لاباط تاعنا وكيفاه نديروها في الفوف. شوفوا خياتي ها كيما قلنا خمرته كامل، ناخذوا لاصوص تاعنا هذيك اللي طيبناها ونديرو هكذا. انا كان عندي شويه مرقاز بسيطه، نتوما فيون داشيتون اللي حبيتو هاك، ندهنوها كامل هكذا ندهنو لاباط تاعنا. هادي غير بلا صوص، وانتوما زيدو شبحوها، عندكم فلفل عندكم ثوم عندكم كل واحد المقدار تاعو، عندك شويه سدي مخبياتو ونشبحوها بالزيتون. شوفوا خياتي استيس نعطيها لكم دوكا الكويزينيير تاعنا، نخليوها سخونه ونحطوا هذه البيتزا هكذا. اما فرماج شيدر ما ديروهش ضرب الاول، بتقتصدوا من الفرماج بتخرجكم هايله وكامل. دوكا دخلوها الطيب في نص الطياب تاعها قبل ما تطيب سوا 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 سوا، تشعلي الفوقاني، كي تشعلي الفوقاني تعمري الفرماج تاعك وتحطيه، خاطرش كون تحطيه دوكا وينشف شويه خلي مع التالي في نص الطياب تاع البيتزا كما قلت لكم، ومن بعد نوري لكم ونتلاقى. دوكا خياتي نجبدوها في نص الطياب كما قلنا هكذا، ونديروا لها الفرماج تاعها ماشي مع الاول كما قلنا هكذا في نص الطياب، ونعاودوا نرجعوها، نعاودوا نرجعوها شويه طيب مليح من تحت، ونزيدي شعلي لها غير تشوفها طابت من تحت شعلي لها من الفوق وحمريها. شوفوا خياتي شوفوا شحال تجينا خفيفه، شوف شوف شوفوا شحال خفيفه، ديروها وجربوها والله ما راكم تندموا، وتجي هايله. وكما قلت لكم الفرمج في نص الوسمه، وشهيه طيبه، ودعموني في قناتي وذوقوها وجربوها هكا وديروا لي لايك.